أحمد بن عيسى الله يرحمه ويوسع عليه، إن لله وإنا إليه راجعون. الجزائر فقدت واحد من عمالقة، واحد من أعمدة الخشبة، واحد من رواد يعني تقريبا فنان يعني كبير يعني فيما يخص الشاشتين، الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة، ولكن خلى رصيد لا بأس به للذاكرة التاريخية للجيل الحاضر والأجيال القادمة إن شاء الله، بس يستفادوا من الأرشيف من الوثائق من الأفلام من الصورة اللي خلاهم أحمد بن عيسى، اللي صور أكثر من 120 يعني عمل فني مسجل على مستوى التلفزيون الجزائري وعلى مستوى يعني السينما الجزائرية، من أفلام ثورية وأفلام اجتماعية ومسلسلات إلى آخره.